اقف ماكس واحد. ماذا أنا في عالم الهارد كور الخاص في براول ستارز، لكن كيف راح يكون نظام الهارد كور في براول ستارز؟ راح نختار اكثر من 4 ابطال مختلفين، واذا خسر بالمركز الضعيف راح يتم حذف هذا البطل، واذا خسرنا جميع الابطال حرفيا راح نحذف الحساب. ونلاحظ مهمة، كل مباراه راح نلعبها راح تنحسب يوم واحد في براول ستارز. ولا تنسى تخلينا لايك اشتراك وفعل زر الجرس عشان نستمر بالقناه. وبس خليكم يا الفيديو. الابطال اللي راح اختارهم هما مورتيس وكارل وليون وبايبر. هذول الابطال راح اكون ثابت عليهم، واي بطل راح اخسره ما راح اقدر العب به مره ثانيه. جت هناك وايف وراح يتحالفون علي. كول القط الرائع. وات دمج مره. سينكس لو لو سينكس 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 سينكس. اوكي شوم ما قاعد اسوي شيء. يا اخي قاعد اطقطق على بيبي عارفين. انتظرها تجي. ها 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 المركز الخامس. هجم على ملك ال شنو؟ دفع. ها 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 ملك يا اخي ما قاعد افهم. ها يا اخي كل ثابت علي يا رب. شنو هاي؟ ها اوف اوف اخي شنو؟ اوكي خسرنا اول بطل، باقي لنا بس بطلين. هاي حرفيا قاعد اغادر بالحساب. استخدم كارل لان عندك جادجت راح يفيدنا، عم نقدر انه نتفادى ضرباتهم بشكل اسرع. عندنا دوج. علي اشنو؟ كيبو علي علي علي. لا علي اشنو؟ لا ما ادري ايش سويت بروحي. معودين جيب مركز خامس او رابع ما راح اقدر افوز قبل اخسر البطل. حرفيا ورطت نفسي. واو يعني سوى حركة انه حط صبارة قدامه على اساس ما راح اقدر اذبحه. يا اخي لا اذا اذبح واحد ما راح اخسر. ما يفيدك التحالف. موت يس. نفسي هنا خليجي انتظر هنا قبل استخدم عن يا جادجت. يا جادجت سوبر. يلا. هلو. يا اخي جا. يا اخي. شي سحب. يب. اي ما شاء الله يعني قد ما ذكي سحبه عنده. ونفسي انا متحالف بس مو متحالف. يلا يلا تحالف وياكم بس كذا. مركز السابع ما اريد اخسر. لا جون انت املنا الوحيد. يوم الاربعين حرفيا يعني اذا خسرنا وما وصلنا لليوم المية حسابنا يودع. Thank you.
Oh,